أول جوال سعودي سميناه ديزرت، وهو من الأشياء اللي نفتخر فيها، تصميم سعودي من هاردويرز من سوفتويرز، أوبريتنج سيستم أندرويد، تم تصميمه في الرياض وتصنيعه في الصين، سعره جدا معقول. سمينا البلد الأول أم تي ديزرت، الدفعة الأولى جاهزة للبيع. الفئة المستهدفة طبعا احنا ما الجوال لسه ما هو في مرحلة انه يكون اي كلاس مثل أجهزة أبل وأجهزة سامسونج، لكنها بإذن الله انه يكون جوال ثاني، وطبعا سعره جدا معقول. التقنيات كلها حديثة، الاكسبيرينس جديد غير أجهزة الأندرويد رغم انه الأوبريتنج سيستم أندرويد، وبإذن الله يكون انطلاقة جيدة للأجهزة السعودية.